السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد ديال الفلفله معمره في الفران بالرز وبالكفته. نتمنى الفيديو يعجبكم وتتبعوه حتى الاخير. كتجي زوينه في المذاق وحتى في الشكل، نتمنى تعجبكم وتشجعوني البنات. وصفة ديروها للغداء أو للعشاء، وصفة خفيفة وزوينة. مهم عندنا هنا في المقادير، عندنا هنا فلفلة بالألوان أو غير فلفلة عادية الخضراء العادية، عندي شوية الكفتة تقريبا ربع الكفتة، عندي جوج بصلات مشلضين، جوج دروس ديال الثومة، جوج مطيشات محكوكين مع معلقه د مطيشه الحك. عندي هنايا زيت العود، عندي العطريه البزار التحميره الملحه، وعندي زلافه ما عامرش ديال الروز، وعندي الربيع. تقدروا ديروا غير كاس ديال الروز راه كافي. انا كثرت حيت بغيت لاصوص الشيطليه بالروز. صافي، هادو هما المقادير. تقدروا ديك الكفته ما ديروهاش، ديروا غير الروز والمقادير الاخرى، تقدروا تستغناو عليها على حسب هي كتبنن. صافي، ديك البصله كنديرها في المقله وكنحك عليها دوك جوج دروس ديال الثومه، كندير عليها الزيت. صافي، كنديرها تشحر. هنا كندير الرز يتسلق مع شويه الملحه، ما غاديش نخليوه يطيب بزاف، يعني غير يدخل فيه الطياب ونحيدو. وهنا من بعد ما تشحرت البصله شويه زدت ليها الكفته. عندي الكفته هنا كونجليه، داكشي باش كتبان هكاك. صافي، كنتسنى حتى كتطيح ديك الكفته، وعاد كندير مطيشه. هي من بعد ما تشحرات غادي نضيف عليها هاد المطيشه، المطيشه راه طحناها مع معلقه د مطيشه الحك. صافي، كنديها ونجيبها. صافي، من بعد غادي ندير الربيع، وغادي ندير الروز اللي تسلق، وغادي ندير ديك العطريه اللي فيه الملحه والبزار والتحميره. ايوا، هي الصلصه ديالنا واجده. صافي، كندخلوا داك الرز مزيان باش تشرب ديك العطريه داك لاصوص باش يجي بنين. صافي، كنطفي عليه. كندوز كنوجد واحد لاصوص واش نديرها لتحت، هذه اختيار، يلي بغى يديرها يديرها، اللي مبغاش ما يديرهاش. طحنت نيت مطيشه وزدت عليها شويه د مطيشه الحك، دير واحد شويه ديال السنيد، معلقه صغيره ديال السنيد باش ما تجيش حامضه. تقدر ديروا حتى البصله، انا ما درتهاش.
صافي، وتقدروا ديروا العطريه كامله. انا هنا درت غير ملحه والبزار وشويه ديال زيت العود. تقدروا ديروا العطريه، تقدروا ديروا الربيع، يعني نفس الصلصه اللي درنا، غير ما ديروش فيها الكفته. صافي، وكنخلطها كندوز نعمر دوك الفلفلات فلافل. كما قلت تقدروا ديروا غير فلفله عاديه، فلفله خضراء طويله، حتى هي راه كتجي زوينه. صافي، وكنبداو نعمرو الفلافل ديالنا، واللي عندها الفرماج تقدر ديرو من الفوق. صافي، هنا من بعد ما عمرتهم كاملين غادي ندير شويه الفرماج من الفوق، كيعطي حتى واحد المنظر زوين من الفوق. صافي، كنكون مشعل على الفران، يكون الفران سخون. وإلا بغيتو طيب لكم دغيا كتديروا عليها بابي كويسون هو الاول، عاد كديروا الالومنيوم وكتدخلوها باش دغيا طيب. صافي، كنديروا عليه دوك الطريبشات، نغطيوها من الفوق ونديروا دوك الطريبشات، كيبقى داك الفرماج طري ما كيبش، كيطيبوا حتى هما معاهم، كيعطيو منظر زوين. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. ما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، واللي ما شاركت في القناه تشترك وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد. نتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا نالوا اعجابكم، وانتم البنات من بعد ما خرجت من الفران كيفاش كتجي؟ يا سلام، منظر ما نعاودش ليكم كيف ما كتشوفوا، تجي زوينه وداك الروت كيجي معلك. نتمنى تجربوها وتعجبكم.